دوزت الفيزيك، كان عندي الفيزيك اليوم دوزته باخر. النقلة ما كايناش ماشي بزاف، واش فهمتي؟ ما احنا ما جبناش معنا باش نقلو. ورمضان انت كتشوف حنا زوينه تبارك الله. هاد العام هذا حطوا لنا الفيزيك شويه صعيب. سميتو قاسم بعدا بنادم نقول هادي اساسي، داك كيشوفوا كيحضروا اللي بغاو وما كيحضروش اللي بغاو. القرايه ما كانتش، ما داكشي زعما في قاسم ما درناش هو هذاك. امتحانات عاوتاني جاو مع رمضان، الحال جا شويه صعيب، بريباراسيون داكشي عينا بزاف، ونتمنوا من الله يوفقنا وصافي. بالنسبه للوطني ديال الفيزيك صعيب، الميكانيك صعيب، الشيء الاخر نقدر نقول لك سهل شويه ولكن الميكانيك صعيب. وبالنسبه للصيام رمضان لالهي راه شنقول لك، الله ياخذ فيهم الحق وصافي. وفي الاساسي حتى هو معاه، وشي كينقل وشي ما كينقلش، قاسم كينقل وقاسم ما كينقلش، بقاو كيخلعوا فينا الديتكتور، ما كاين لا ديتكتور لا زميط. ماكشفو دوزنا الامتحان ديال الباك في اجواء غير ملائمه، ما كتشوفو الصاد، الصاد والمدرسه، تاهي اجواء غير ملائمه دايره بحال الحبس، ولكن الحمد لله دوزنا بخير، وهادشي هو المهم، صافي هادشي هو المهم. الوطني سهل وسهل، ولكن وسهل وكانت شي حاجه صعيبه وشي حاجه سهله، وكيدرنا اللي علينا ان شاء الله نجيبو شي 11 و12 يجيبو المعدل ان شاء الله ويكون خير. الحمد لله داز الباك وهذاك، ولكن اللي كان حافظ راه غيدير شي حاجه، اللي ما حافظ ما دار والو. السلام عليكم خويا. وطني صعيب هذا العام، داكشي طويل، مولفين شي حط لنا داكشي بحال هادشي، الوزير ديما تا هو تيبقى يخلع فينا، كل نهار يلوح لينا تويت على عقوبة الجزرية، في بلاصة ما يحبوا لنا القراية تيكرهونا في حشومة عليهم كاع. أنا بغيت نقولها واحد الحاجة، هادو تيديروا فرزيات بزاف، تيخليو الدريات تينقلوا الدراري تيقول لهم دوروا قدامكم. آخر كلمة، وآخر كلمة خويا، راه هاد الوزارة مبغاوش لنا النجاح، ومستقبل راه ضاع لينا مات امتحانات هاد.